السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف حاجة في نوع ستيلر اكس. انا هدخل بالحساب بتاع الميتا. هتحس كأنك انت مثلا ايه خارج مخيم كده ومعاك تولز كتيرة ان انت تعمل حاجات كتيرة جدا، يعني كأنك انت فعلا في المخيم. طيب ممكن في اي سبيس، او يعني دي بقى ميزة ان انت ممكن تخش مع اصحابك كلهم. تمام، امتي سبيس، كل الحاجات دي ممكن تبدأ بيها. تمام، يعني ممكن تبدأ حاجة مثلا زي كده. تمام، طيب خلينا مثلا نبدأ بحاجة زي كده، كرييت سبيس، وهنديها اسم، وممكن اشاركها مع الاصدقاء بحيث ان احنا كلنا نتقابل وايه ونبقى شايفين في بعض، لان انت عارفين بقى الميتافيرس كل واحد بيختار شكل، والشكل ده هو اللي بيظهر مع الناس. كرييت، تمام. شايف الايد ديت بيجي معاها بعض الادوات، اقدر اقول له مثلا عايز اعمل كرييت، عايز اعمل انقل، عايز وهكذا. ممكن ابدا انا اروح انا هناك مثلا اهو، ممكن ابدا اسحب. هنا بتلاقي عندي في بعض الادوات، ممكن نقول له احنا عايزين كوليكشن. كوليكشن دي بقى بتجيب لي دي كلها، فممكن انت بقى مثلا عايز تعمل فاير اهي، فتحط الفاير جنبينا هنا. تمام، احنا هنا في مرحلة التكوين، بعد شوية ممكن نبدأ ان احنا نشغل. تخيل ان دول كلهم انت تقدر تنقلهم، اديني بسحبهم اهو، وتقدر تعمل لهم سكيل زي ما انت عايز. انت بتعمل البيئة او المكان اللي هنقعد فيه، environment. تمام، وفي افاتار ريكورد، في كانفا. شايف كمية الادوات اللي موجودة، حاجات كتيرة جدا. ممكن كده بقى انا اخترت ايه، ان انا عايز اغير المقاس بتاعه، واقدر ان انا انقله والفه زي ما انا عايز، اخليه ينقل من اي حتة انا عايزها اهو. ده لو انت عايز تعمله روتيت بس بشكله غريب. تمام، الطيارة دي مثلا ممكن ابدأ ان انا انقلها. اساس تحس ان هي طايرة بالشكل دوت. طيب العلامة دي بتبدأ يظهر لك بقى، يقول لك انت عايز بريفيو مثلا. تعال نختار بريفيو كده. شايف الطيارة اهي اللي احنا اخترناها. ممكن المكان الفلاني انقل. ممكن نقول له بقى ميكسد رياليتي مثلا، فيو روم، يبقى انا كده ايه ممكن اشوف حدود الغرفة اللي انا موجود فيها. دي الغرفة اللي انا موجود فيها دلوقتي، دي الترابيزة اللي قدامي. محدش يشرب قهوة وهو بيلعب الألعاب دي عشان ممكن ما يركزش ولا نفسه خبط فيها. تمام، ممكن بقى اقول له انا عايز اعمل كرييت، فتخش بقى في البيئة اللي انت ايه بتكريت فيها. طبعا زي ما انت شايف كل حاجة هنا، ده الاتجاه بتاع الطيارة. تمام، طيب خلينا مثلا عايزين نروح هنا، ده الانسان اللي كانت واقفة هنا، ده المسار المفروض كانت تمشي فيه. تمام، هنا ممكن ازود او انقص، يعني ممكن اقول له لا اطرح. تمام اهو، طيب خلينا نروح بقى هناك. دي الهليكوبتر، المسار بتاع الهليكوبتر.
تقدر تغير المسار بتاع الهليكوبتر. دي العربية، المسار بتاع العربية برضو، تمام. فأنت ما شاء الله تقدر تعمل كرييت لحاجات كتير جدا. طيب احنا قلنا عايزين مثلا نيجي هنا، هنا الكوليكشن وهنا المنيو، لو احنا عايزين منيو. طيب ممكن تقول له مثلا عايز فاير، اها، وانا عايزين ميه مثلا، نقدر نبعد الميه نخليها كده مثلا، والفاير السموك. تمام، والانتراكتيف لو انت عايز تظبط الانتراكتيف، شوف كل الحاجات دي تقدر تظبط بيها الحاجات تتفاعل مع بعض. السكريبت ماي ميديا لو عندك اي فيديو عايز تزوده، في ادوات كتير جدا زي مثلا المباني، عايزين بقى نحط مبنى كده. واو، اهو تمام. طيب خلينا نقول له ايه، ريفيو. تمام، اه، دي المباني اللي احنا حطيناها، وفي الدخانة اللي احنا حطيناها. انا شايف الشنطة دي الصراحة، فبتخليك تعمل ايه، مناخ جميل جدا يعني. كرييت كده احنا دخلنا بقى في الايه، الانفيرومنت بتاعت الانشاء. هتلاقي حاجات كتيرة جدا زي ما قلنا، حاجات ممكن تقول عايز فرنتشر، عايز ستورج، عايز الكتريكال، فيبدأ يجيب لك حاجات بقى ايه، درون. انا عايز درون اهي مثلا، تمام. عايزين تبدأ بقى تشوف ايه الاستراكشر، مثلا لو انت عايز جاز تانك مثلا، هتقول لك هنا مثلا حاجات طبيعية. طيب هبدأ اقول له بقى ايه، يلا يا زعيم، هنا عندك بريفيو، عندك هنا الميكسد رياليتي، فويس اسيتس، تايم تو داي، الوقت الساعة كام دلوقتي. نبدأ بقى نتحكم. الدرون اهوت، دخان بس مغطي شوية، بس الدرون موجود جنبينا اهو. الحاجات اللي احنا حطيناها من شوية، الدرون بقى بعد كده هنبقى هنديله مسار معين عشان ايه، نخليه يمشي فيه. انا فعلا بحس ان انا ماسكه. تمام، هنظبط له مسار، هنظبط له كل حاجة. تمام، طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه بقى، ممكن نقول له مثلا عايزين ايه، عايزين سواب، عايزين سيف. خلينا نسيف، لا بلاش ما البيس كامب. تمام، عايز سيف ما سيفش زي ما انت عايز. احنا بدأنا من كامب فاضي خالص، ممكن نخلي حاجة كبيرة دونت سيف. تمام، دي احنا عملناها. ممكن نعمل نيو سبيس ونختار حاجة تكون زي كده مثلا، وتقدر ان انت تخلي اصدقائك موجودين معاك. دي ممكن نقول اوبن سيف، ممكن نعدل فيها، ممكن نعمل منها كوبي اديت بلاي ولا كرييت.
لوحدك ولا معاك ولا مالتي سيشن؟ تمام، ممكن start a new session. preparing your space، بيحضر لنا المساحة الخاصة بينا اهو. نفس بقى الحاجات، ممكن تيجي هنا وتبدأ تشوف الإمكانيات، عايز تعمل بيس كامب، عايز ميكسد رياليتي، ده المكان اللي أنا فيه. تمام، ممكن بقى تبدأ تقول له مثلا عايزين البيس كامب او عايزين المايك او سواب. ممكن انت كذا حد تدخلوا وتقعدوا تشرحوا وتعملوا محاضرات وحاجات زي كده. انا استمتعت الصراحة اكتر بان انا ابدأ من الصفر وابدأ انا اكون الحاجات.